وينضم إلينا من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيادة اللواء معنا. بداية، إسرائيل توعدت سيادة اللواء بالرد قوي جدا، لكن هنا في المعادلات العسكرية والاستراتيجية لماذا حددت بالضبط مواقع ردها عندما تقول بأننا سوف نستهدف مواقع ومنشآت نفط إيرانية وكذلك قد نستهدف منشآت نووية؟ في إطار ماذا يمكن أن نفهم هذه التصريحات؟ أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام. الحقيقة إسرائيل بتعد العدة لحرب مع إيران منذ فترة طويلة، ترى أن إيران هو أكبر مهدد لها في الإقليم، مهدد وجودي لأمن إسرائيل بسبب الأيديولوجية الإيرانية ولغة العداء الإيرانية وأزرعها المسلحة في المنطقة التي تحيط إسرائيل من كل جهة، وبالتالي هي تنتظر الفرصة المناسبة للقضاء عليها. لكن إسرائيل لا تريد أن تدخل حرب مع إيران بمفردها، دائما تريد أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، بتستغل كمان تصارع ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية على التقرب من إسرائيل. الكل يغازل إسرائيل في هذه المرحلة، كلما اقتربت الانتخابات وجدنا حجم العلاقات الدولية لرئيس الوزراء نتنياهو في الكونغرس الأمريكي مؤخرا وخطابه في الكونغرس، وكل هذه المؤشرات رئيس الوزراء بيحاول انه يستغلها في هذا الوقت الحرج انه يجر امريكا الى حرب. ولكن اتخيل الولايات المتحده الامريكيه عند هذه الخطوه سوف تقف، يعني الحرب على غزه سوف تسانده، الحرب على حزب الله سوف تسانده وتوفر له الدعم الدبلوماسي والمادي والعسكري والتكنولوجي، لكن مع ايران ربما توافق على ضربات قويه وموجعه لايران لكن دون دخول في حرب شامله ما بين الطرفين. يعني جغرافيا يصعب المواجهه المباشره ما بين اسرائيل وما بين ايران لعدم وجود حدود مشتركه بين البلدين، وبالتالي اسرائيل عندما تقوم بضرب ايران اتخيل انها تستخدم قواعد عسكريه لدول الجوار في المنطقة، وده اللي هترفضه دول الجوار، لأن هنا الحرب هتكون شاملة وأي دولة هتساعد إسرائيل في هذا تعتبر عمل عدائي ضد إيران، وبالتالي إيران يمكن أن ترد. ده جزء. الجزء الثاني أن القواعد الأمريكية والتواجد الأمريكي والمصالح الأمريكية قريب جدا من صواريخ إيران. يعني ضربة أمس أو العملية العسكرية أمس الإيرانية عملية مكثفة بصاروخية مكثفة جدا، ليس لها تأثير مادي على الإطلاق زي ما حضرتك شفتي، كانت التفجيرات بسيطة جدا وكأن إيران وضعت رؤوس حربية ضعيفة للغاية، لكن تأثيرها المعنوي كان كبير، كان كلها دلالات ورموز ورسائل تريد أن تقدمها للعالم، وإسرائيل تريد أن تقول إنها قادرة على الحرب الحديثة. هي كانت في عقوبات وعليها فرض عقوبات وتجديد أموالها، ولكن وظفت هذا الضعف في إنتاج تكنولوجيا جديدة جدا يمكن أن تكون بديل عن الحروب التقليدية مثل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيا اللي طورتها. فدي كانت رسالة للعالم أنها قادرة على خوض حرب حديثة، رسالة لإسرائيل أنها قادرة على اختراق الأجواء الإسرائيلية والوصول إلى أي نقطة استراتيجية وحساسة. ولكن سيادة اللواء هنا يعني استوقفتني نقطة حضرتك قلتها بأنه هي رسائل فقط، الكثير من المحللين يتداولون هذه النقطة بأنها رسائل إيرانية للقول، وهم بالفعل قالوا صدر عنهم بأننا قادرين إلى أن نصل إلى يعني وسط إسرائيل وإلى أماكن حيوية في إسرائيل بمثابة تهديد. ولكن إسرائيل الآن تقوم بحروب في لبنان وفي غزة كذلك بالتحديد قائمة على إبادة العنصر البشري من المدنيين، ألا تخاف إيران من خلال هذه الرسائل بتوسيع هجمات على إيران نفسها قد تخلق هنالك عدم استقرار في الشارع الإيراني كذلك؟ أنا بشكر حضرتك على سؤال، يعني هو سؤال عميق يجب أن أنا أفككه. يعني من ضمن الرسائل اللي وصلتها أيضا أن الضربة بتاعت أمس على الرغم من الكثافة الصاروخية الكبيرة لكن رمزيتها بتأتي أنها بتقول أنها لسه ما زالت تحافظ على قواعد الاشتباك، ما زالت لم تتخطى الخطوط الحمراء، بمعنى
ان انا استطيع ان اصل الى اسرائيل، لكن انا وضعت راس حرب للصاروخ ضعيفه للغايه وبالتالي غير مؤثره، لكن المره القادمه سوف اضع رؤوس حربيه ضخمه وكبيره وتفجيرات عاليه واستطيع ان اضرب البنيه التحتيه في اسرائيل. اسرائيل كمان ما لهاش عمق استراتيجي، وبالتالي اي ضربات في العاصمة ده خطر وجودي على إسرائيل سواء في إيلات أو في حيفا العاصمة الثانية أو المدينة التجارية الأكثر. فيما يتعلق بالضربة الرمزية، هي كمان إشارة للولايات المتحدة الأمريكية إنها بتؤكد للولايات المتحدة الأمريكية أن إيران ملتزمة بقواعد الاشتباك، ملتزمة بالخطوط الحمراء، وبالتالي هي تريد بعض الحوافز من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لا ننكر أن هناك اتصالات داخل الكواليس المغلقة داخل أجهزة المخابرات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذا معروف منذ زمن طويل على الرغم من الخلافات الأيديولوجية والخلافات السياسية، لكن هناك اتصالات. وإيران خلال الفترة السابقة بتقدم نفسها على أنها تستطيع أن تقيم حوار مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية، تريد بعض الحوافز الأمريكية زي رفع العقوبات الاقتصادية عليها، زي الإفراج عن أموال مجمدة، زي انخراطها مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق استثمارات كبيرة، وهي في أشد الحاجة لهذا بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة داخل إيران، وبالتالي يمكن أن تضحي بأزرعها الإعلامية، ولكن في إطار يضمن لها ماء الوجه، بمعنى إنها تسمح بضرب حزب الله ولكن في إطار رمزي، يعني إذا كان تهذيب للسلوك فهي توافق على هذا دون القضاء عليه كليا. وكذلك الحوثي. الرغبة الثانية الأمريكية إن الأمريكان نفسهم والبريطانيين لا يريدوا القضاء على الحوثي قضاء نهائي، يعني حضرتك تشوفي كل الضربات اللي بيتم ضربها للحوثي ضرب الحديدة، ولكن لا يضرب منشآت عسكرية أو لا يضرب القيادة أو غرف القيادة الرئيسية، ولا يريد القضاء عليه، لأنه هو وجود الحوثي هو مبرر للوجود الأمريكي الغربي في المنطقة. وبالتالي إدارة الصراع هنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي تريد أن تنفرد بإدارة الصراع في المنطقة ما بين إيران طارة وما بين إسرائيل طارة أخرى. تريد الولايات المتحدة حاجة غريبة، تريد حالة من عدم الاستقرار في المنطقة دون الدخول في فوضى، بمعنى أن حالة الاستقرار بتدي شرعية للوجود الأمريكي والغربي في المنطقة بقوة. وحضرتك شايفة التنقلات العسكرية وانتقالات حاملات الطائرات وتحرك القوات الأمريكية في المنطقة، كل ده طبعا على حساب النفوذ الروسي والنفوذ الصيني. التواجد الأمريكي في المنطقة أو حالة عدم الاستقرار في المنطقة بيقلل الطموحات الصينية الخاصة بالاستثمارات الكبيرة، بالتالي تتراجع. نعلم أن رأس المال جبان، وبالتالي لم يستطيع دخول رأس مال في منطقة الشرق الأوسط صيني بدرجة كبيرة زي مثلا أرقص استثمارات في البنية التحتية، مشروع الحزام والطريق، كل المشاريع الصينية اللي بنتها الصين خلال الفترة السابقة تم تقويضها بسبب حالة من عدم الاستقرار. كمان تحجيم التواجد الروسي في المنطقة اللي موجود، ظهر في سوريا منذ 2015 وفي ليبيا وفي السودان، كل هذه الحروب والصراعات أيضا لتقليل التواجد. طيب إذا ما أردنا العودة إلى الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه ما بين إيران وإسرائيل في الوقت الحالي، الانتخابات الأمريكية على الأبواب، كيف يمكن أن تتصرف؟ وأنت قلت سيادة اللواء قبل قليل بأنه هم في حالة مغازلة مع الإسرائيليين، هم يريدون نيل رضا اللوبي في الولايات المتحدة، أيباك بطبيعة الحال، للانتخابات الأمريكية لصالحهم، وفي ذات الوقت لا يريدون دخول حرب مباشرة مع إيران وإرضاء إيران من تحت الطاولة على حد قولك. كيف يمكن أن تتصرف في الوقت الحالي الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تلتزم فقط خط الدفاع؟ الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تسمح بحرب شاملة إقليمية، يعني هناك فرق ما بين حرب إقليمية وحرب في الإقليم. حرب في الإقليم يمكن أن تحدث حرب زي الحرب الإسرائيلية مع حزب الله، حرب في الإقليم، وممكن أن تكون بمساعدات غير مباشرة أو تدخلات عسكرية غير مباشرة، وهذا نوع من التدخل العسكري دون تدخل مباشر.
أما حرب إقليمية أن الإقليم يشتعل، الإقليم يشتعل ده يعني تداعياته خطيرة للغاية على مصالح الأمريكية في المنطقة، والولايات المتحدة الأمريكية يعني في خط أحمر لإسرائيل مهما كانت إسرائيل مدللة ومهما كانت هناك. ولكن إسرائيل تسعى إلى هذه الحرب الإقليمية سيادة اللواء، والولايات المتحدة ما زالت يعني تبعث بالأسلحة يوما تلو الآخر، الأسلحة شحنات الأسلحة لم تتوقف بل هي في تزايد، وهو ما يثير الضوضاء في الشارع الأمريكي من دافعي الضرائب. يعني هذه التصرفات كذلك متضاربة، التصريحات غير عن الواقع، وهي دي إدارة الصراع في المنطقة. يعني تحرك الوحدات العسكرية الأمريكية في المنطقة الغرض الرئيسي منه هو ضبط الصراع، بمعنى الردع أكثر منه إلى التنفيذ، وساعات التلويح بالقوة بيكون أشد من القوة نفسها. كلما فعلت إسرائيل مثلا كارثة أو قامت بعملية ضد الفلسطينيين أو ضد حزب الله، كارثة كبيرة جدا، الولايات المتحدة الأمريكية بتتبع استراتيجية من أربع نقاط. أولا الإنكار، تنكر أنها كانت ليست على علم بما فعلته إسرائيل، وأن إسرائيل أبلغتها في نفس توقيت عملية الاغتيال أو تصفية أحد القيادات. هنا الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول أنها تحصل على مساحات سياسية كبيرة جدا، أنها ممكن تقوم برضو على الرغم من أنها طرف في الصراع، لكن ممكن تقوم بطرف التفاوض. كمان الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح في المنطقة وتخشى على هذه المصالح. يعني العمليات في لبنان على سبيل المثال عمليات استخباراتية عالية الدقة، يعني الأهداف 100%. هذا ليس نتاج مخابرات إسرائيلية فقط، ولكنه نتاج تعاون استخباراتي قوي، ربما يكون كمان من خلال السفارات الغربية في بيروت مع إسرائيل للحصول على معلومات بهذه الدقة. هذا التعاون سيادة اللواء، وكما تفضلت قبل قليل بأن الولايات المتحدة تنكر معرفتها بأي من الهجمات سواء البيجر أو عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله، ولكن في ذات الوقت هنالك، إذا ما نظرنا إلى الإعلام الإسرائيلي، وأريد منك يعني أن تساعدني في إن كان هذا جزء من الحرب الإعلامية أو لإرضاء الشارع الإسرائيلي، سواء القنوات الموالية لنتنياهو كالقناة 14 الإسرائيلية والقناة في المقابل 12 الإسرائيلية التي تتحدث بلسان المعارضة والوسطيين في إسرائيل، يعني الكل يجمع بأن الولايات المتحدة ليس لها الدور الكبير وبأن إسرائيل مستقلة في اتخاذ قراراتها. في دقيقة لو سمحت بسرعة، كيف يمكن أن نقرأ هذا؟ أنا بشكر حضرتك، يعني حضرتك بتفتحي أسئلة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. بالفعل يجب أن احنا نفند هذا التناقض. الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح في المنطقة، وبالتالي تخشى على هذه المصالح، لديها سفارات في مناطق عربية، وبالتالي يمكن ضرب هذه السفارات أو التواجد الأمريكي أو القواعد العسكرية في المنطقة، وبالتالي بتريد أن تحافظ على يعني خط فصل، انها بتنفي معرفتها بهذا على الرغم من انها متورطه وان السلاح امريكي، لكنها تنفي. ثم بتستخدم استراتيجيه تسمى استراتيجيه التبرير لاسرائيل. نعم. دائما ما تردد خطاب من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها، وهذا اشاره لدعم اسرائيل متواصل على كل سلوكها في المنطقة، فالولايات المتحدة الأمريكية دائما لها تستخدم استراتيجية أخرى بنسميها دبلوماسية الردع. نعم. وهو تحرك قواتها في المنطقة لردع إيران جزيلا وردع لك كل من تقول له أعتذر منك، ولكن الوقت داهمنا. اللواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.